السلام عليكم يا أحلى ناس في مصر والعالم العربي، يا ناس أمات مخاخ ناشفة، هتفضلوا كده على طول، راسكم ده مش هينعدل أبدا. إذا كان عنوان الفيديو يعجبكم تشوفوه، عنوان الفيديو ما يعجبكوش ما تشوفوش. مهم، أنا عملت اللي عليا قدام ربنا، عملت اللي عليا وبلغت الرسالة، وقدام السيسي عملت اللي عليا وبلغت الرسالة. تفهموا تفهموا، تفهموش هتفهموش، انا عملت اللي عليا. نرجع بقى لدرس النهارده، الحاجات اللي انتوا بتحبوا تسمعوها، ما هو انتوا لكم مخكم يعني في طريق واحد. عايزين تعرفوا امريكا عملت ايه في افغانستان، عملت ايه في اثيوبيا، هو دي بس الحاجه اللي بتسمعوها. ماشي، انتوا احرار. تحبوا تعرفوا ايه، اثيوبيا الاول ولا افغانستان؟ خلينا في افغانستان. اصل اثيوبيا دي مولها طويل، وعلى فكره افغانستان هي كمان هيبقى مولها طويل، ده افغانستان لسه بادئه. سنة 2001 الجيش الأمريكي قتل حوالي 3000 مواطن أمريكي علشان يلاقي حجة يخشوا أفغانستان ويحتلوا العراق. وأنا لما بعت الفيديو بتاع أحداث البرجين 11 سبتمبر شرحت الكلام ده بالتفصيل، نصكم أكتر من نصكم ما شافش الفيديو. المهم، عملت اللي علي. من امبارح بس الجيش الأمريكي عملها مرة تانية وقتل 13 جندي أمريكي في مطار كابول في أفغانستان، ده غير حوالي 100 مواطن أفغاني ومئات من الجرحى، ده غير الجرحى من الجنود الأمريكيين. أمريكا بتقتل ناسها لمصالح سياسية. حد هيجي يسألني طب ليه أمريكا عملت كده، او حد يقول لا امريكا ما عملتش، ده القاعده، ده داعش، ده طالبان. ما هي القاعده هي داعش، وداعش هي طالبان، وطالبان هي بتاعت الدوله الاسلاميه، والدوله الاسلاميه هي بوكو حرام. ما هي كلهم عيله واحده، عيله واحده وبتتفرع، وحماس فرع منهم. على فكره انا كان قلبي حاسس ان ده هيحصل، ان موضوع القنابل ده هيحصل. ليه؟ الاسبوع اللي فات من يوم ما أمريكا سلمت أفغانستان على طبق من ذهب لطالبان، والعالم كله بيتكلم ليه أمريكا سلمت أفغانستان لطالبان وسبت سلاحها لطالبان، ومن ضمن العالم الصين بتتكلم ليه يا أمريكا سلمت البلد لطالبان وعطتهم سلاح كمان يحاربونا به. واخدين بالكم؟ الصين هي كمان بتتكلم، انت عملت ليه كده يا أمريكا، بتعطيهم سلاح يحاربونا به ليه؟ أمريكا عايزة تقول لا، أنا ما عطتهمش سلاح، أنا كان لازم أخرج، هم اللي هزمونا وإحنا خرجنا غصب عننا، والسلاح هم أخذوه بالقوة، طالبان غلبتنا، طالبان غلبت أمريكا. ده اللي أمريكا عايزة العالم يفهم، وخاصة الصين. طيب هل بالبساطة دي العالم والصين هيفهموا أن طالبان غلبت أمريكا بعد الاتفاق اللي عملوه في قطر السنة اللي فاتت، وبعد ما أمريكا سلمت أفغانستان لطالبان على طبق من ذهب، وبعد كل الأسلحة الأحدث أسلحة في العالم أمريكا سلمتها لطالبان، هل بالبساطة دي كده طالبان غلبت؟ بتعمل إيه أمريكا علشان الناس، علشان تحاول تقنع الأغبياء من العالم، والعالم فيه أغبياء كتير، تعمل ايه امريكا عشان تقنع الاغبياء دول ان طالبان غلبتها، وان غصب عنها امريكا لازم تخرج، وان ما عادش ليها كنترول في داعش في افغانستان؟ تعمل ايه؟ تروح مفجره قنبله ولا اتنين، قتلالها شويه جنود، وبعد كده تعلن ان المنظمات الارهابيه سيطرت على افغانستان، وان امريكا وان افغانستان خارج السيطره الامريكيه، واحنا بقى هنعتبر افغانستان دوله إرهابية لو طالبان ما قدرتش تسيطر على الجماعات الإرهابية اللي في أفغانستان. دي المقدمة، دي البداية، البداية. خدت بالكم؟ أمريكا عملت عدو جديد ليها في أفغانستان، وطبعا بعد كده شوية هتبص تلاقي انقسام داخل طالبان نفسه. فاهمين؟ ليه أمريكا بتعمل كل الفيلم والمسرحية دي؟ علشان يبان قدام العالم ان طالبان خارج السيطرة الامريكية، وان كلها ارهابيين من كل الجماعات المتطرفة، واحنا امريكا مش قادرين عليهم،
دول بيقتلونا، ما شفتهمش عملوا ايه في المطار؟ ده فجروا قنبلتين، ده قتلوا 13 جندي امريكي، ولسه في قنابل تانيه هتحصل. ليه ده كله؟ علشان لما تبدا الجماعات المسلحه اللي في افغانستان دول لما تبدا تحارب الصين، مش روسيا ولا ايران، الصين، ايران اللي هتحاربها اسرائيل مباشره، هتضربها مباشره. ايران مش هتتحارب، المفاعلات بتاعتها هتنضرب مره واحده وخلص الدور. في ناس يقولوا ان ايران متفق مع امريكا، في غباء غريب، في ناس بتتكلم في السياسه وفاكره انها فاهمه وهي في منتهى الغباء. المهم مستقبلا، مستقبل القريب، هتبدا بقى الجماعات المتطرفه اللي كلها في ايد امريكا هتبدا تحارب في الصين. تقوم الصين ما تقدرش تقول ان امريكا زق علينا الناس دي. ليه؟ لان في نفس الوقت هيبان ان امريكا نفسها بتحارب في الناس دول. واخدين بالكم؟ وكل شويه تبص تلاقي عمليه امريكيه فوق افغانستان، تروح ضرب لها شويه مدنيين، ويقولوا احنا قتلنا كذا واحد من داعش في افغانستان، وهم قتلوا شويه مدنيين. فاهمين اللي بيحصل في افغانستان ده؟ علشان الحرب المستقبليه بين كل افغانستان والصين. الصين ما تقولش انت امريكا اللي زقاهم. فهمتوها بقى ولا ما فهمتوهاش؟ سمعت اخبار يقول لك امريكا خلاص ضعفت، افغانستان طردتها، افغانستان غلبت، طالبان عماله تتقتل فيهم، طالبان هي اللي خلت الناس يحطوا القنابل. ناس مين وقنابل مين؟ القنابل دي اللي زرعها الجيش الامريكي نفسه. هو في حد يقدر يوصل المطار ومعاه قنبله وطالبان ماسكين الشوارع كلها شارع؟ ده بيفتش تفتيش ذاتي. القنابل اللي انفجرت في المطار خرجت من المطار واتزرعت من المطار، واللي زرعها الجنود الامريكان نفسهم، المخابرات الامريكيه نفسها، علشان مستقبلا بيزرعوا الزرعه من دلوقتي، علشان بعد كده الاعلام هيبدا يقول، الامريكي والاوروبي يبدا يقول ان افغانستان خارج السيطره، افغانستان كلها ارهابيين واحنا الامريكان مش قادرين عليهم. وتلاقي استلم انت بقى يا صين، احنا خرجنا دفعنا مئات الاف من الجنود، 2500 جندي ماتهم، صرفنا فلوس كتير واحنا فشلنا في افغانستان، اتصرف انت بقى يا صين. ليه؟ انا قلت لكم من زمان امريكا اتجهت للصين وضمت روسيا لصفها، لان روسيا مش مشكلة امريكا. روسيا كانت زمان مشكلة امريكا، هي ما كانت الاتحاد السوفيتي، دلوقتي الصين هي مشكلة امريكا. فتلاقي امريكا عمالة تعطي تنازلات لروسيا علشان ما توقفش مع الصين. واخدين بالكم ولا مش واخدين؟ وانا قلت قبل كده يعني امريكا خلت روسيا يكون لها ايد في 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 اثيوبيا. امريكا سمحت لروسيا انها توصل خط الغاز عن طريق البحر الاوروبي غير الخط بتاع اوكرانيا. امريكا يعني ولسه هتقدم تنازلات، يعني امريكا قريب قوي هتنسحب من سوريا وتسيب سوريا لروسيا. دي كلها تنازلات علشان روسيا تنضم لصف امريكا ضد الصين، او على الاقل ما تساعدش الصين. فاهمينها؟ ده المخطط. فكل اللي بتسمعوه في الاعلام ده امريكا ضعيفه، امريكا بتنتهي، طالبان بتغلب، معرفش الناس دول بيجيبوا الكلام ده منين. عشان كده انا قلت لكم انا ما بعملش فيديوهات الا اذا كان في حاجه الواحد يستاهل يتكلم فيها. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ طيب خلصنا من طالبان، نرجع بقى لاثيوبيا اللي انتم بتدوروا عليها. اقدر اقول لكم ان امريكا نجحت نجاح باهر في اثيوبيا، والصين بلعت طعم. في الفترة الأخيرة كانت الصين شكة في ولاء أبي أحمد لأمريكا، وأبي أحمد عمل كل اللي في إيديه عشان يبين للصين إنه بيكره أمريكا. لما المندوب الأمريكاني يروح أثيوبيا يروح هو سايب أثيوبيا ورايح على روسيا. لما المندوبة بتاعت الإعانة توصل أثيوبيا ما يتكلمش وياها. يعني أمريكا وأبي أحمد نجحهم في إنهم يحسسوا الصين
ان ابي احمد ضد امريكا، ومن هنا اصلا ايران اكلت الطعم قبل كده بمساعدتها لابي احمد بطيارات درون. وامبارح الصين اعلنت انها هتساعد اثيوبيا، هي ما تقصدش اثيوبيا، هي تقصد ابي احمد. يعني المخطط اللي امريكا عاملاه في القرن الافريقي ماشي في طريق مستقيم. يعني انتظروا في خلال ايام يطلع قرار من مجلس الامن بخصوص سد النهضه يقول يا مصر ارجعي حل مشكلتك مع الاتحاد الافريقي. فهمتوها؟ انا قلت لكم من زمان ابي احمد راجل امريكا في اثيوبيا. الاعلام عمال يقول ابي احمد خلاص فاضل له ايام بيموت، هيهرب، هيتقبض عليه، ود 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 ود، هجوم على ابي احمد فوق وتحت. وانا اقول يا ناس يا ناس، ابي احمد راجل امريكا. اتمنى ان تكونوا فهمتوا العمليه دي، انتوا فاهمين، اتمنى ان الاعلاميين اللي بيتكلموا يكونوا فاهموا. فهمتوها؟ الناس قلقانة قوي بخصوص سد النهضة، ليه ما ضربناش السد؟ ليه ما ونضربه ليه؟ ايه اللي يخلينا نخش في حرب احنا مش محتاجينها؟ ثم اصلا هو السد ده بتاع مين دلوقتي؟ السد ده خلاص ما بقاش سد اثيوبيا. السد ده بتاع بني شنقول، لانه موجود في اراضي بني شنقول، والحرب الاهلية بني شنقول هتحتل بني شنقول بما فيها منطقة السد. اوعى تبقوا تفتكروا ان الخريطه اللي فيها بني شنقول بعيدة عن السد دي خريطه حقيقيه، دي خريطه جديده. الخريطه القديمه بتوصل بني شنقول دي على حدود السودان كلها لحد اريتريا بما فيها بحيره تانا. يعني بني شنقول فيها بحيره تانا وتوصل لاريتريا. فالسد موجود في بني شنقول. وبني شنقول هتحارب وبتحارب وهتحتل الجبهه التحرير بني شنقول، هتحتل بني شنقول وهتحتل السد. وهتسلم السد والارض لمصر بدون حرب، يبقى احنا نحارب ليه؟ فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ انا قلت لكم ابي احمد راح في اثيوبيا وظيفته تقسيمها لثمان دول. هي هتتقسم لسته مش ثمانيه. الراجل عامل شغله كويس قوي. انا قلت لكم بعد بس التقسيم ده هيحصل بعد ايه؟ بعد ما تحصل مجازر. هو انت فاكر التقسيم سهل؟ اذا كانت العراق لسه ما اتقسمتش يبقى اثيوبيا هتتقسم؟ الحاجات دي بتاخد لها سنين. بعد ما تلاقي الناس كلها عماله تطحن في بعضها، والشعب الاثيوبي كله بقاش مش لاقي ياكل، ولا فيش دوله من دول الجوار هتدخل واحد اثيوبي، لان هو ده الديل، ما فيش ولا واحد يخش من دول الجوار عشان ما يبداوش يعملوا عمليات ارهابيه في باب المندب ولا يخطفوا سفن. دول الجوار هتقفل حدودها، عندكم حروب في بلدكم، ما انتوش داخلين عندنا، خليكم في بلدكم. هيموت منها ملايين من الاثيوبيين. بعد كده هقول لك تعالى بقى كل قوميه تاخد حتتها. وابي احمد هياخد حته صغيره كده في اديس ابابا فيها 20 مليون بالكثير. ولكن ال 20 مليون دول بقى هيعيشوا افخم حياه في اثيوبيا. وهيكون عند ابي احمد جيش قوي، وهيكون عند ابي احمد ميناء وفيها جيش بحري وسفن. هياخد له حته من اريتريا. يعني ابي احمد هيبقى قوي في الحته اللي هيمسكها. وزي ما قلت لكم بعد كده مصر، قلت انا الكلام ده 100 مره، مش هقوله واعيده. يعني اعاده الكلام ما تفتش، انا بس اقول لكم الحاجات الجديده. عرفتوا اللي بيحصل في اثيوبيا ايه؟ الناس كلها مهتمه بالحرب اللي بتحصل. اسمها بني شنقول حربت، التجراي حربت، الاقليم ده راح هنا، الاقليم ده عامل، دي كلها حروب داخليه احنا ما تهمناش في حاجه. ما احنا عارفين انهم هيقتلوا بعض وهيطحنوا بعض. احنا يهمنا هيحصل في السد ايه، وانا عرفتكم هيحصل في بني شنقول ايه، يبقى خلاص. يعني على راي السيسي ما قال ناموا وارتاحوا وشوفوا شغلكم، ما تفكروش في موضوع السد، هو عامل هو قايم بالدور كويس. زي ما انتم سمعتم، نسيت اكمل موضوع طالبان. امريكا واوروبا ليهم ناس امريكان موجودين في 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 افغانستان، ما خرجوهمش. ليه ما خرجوهمش في الاول خالص؟ يعني كان مفروض اول طياره بتحمل ناس من افغانستان يخرجهم كان هم الامريكان، خاصه ان امريكا عارفاهم واحد واحد وعارفه اماكنهم فين. ليه ما خرجتهمش وسابتهم للاخر؟ لأنها مش عايزة تخرجهم، لأن الناس دول هم
همزة الوصل ما بين اللي بيحصل في أفغانستان وما بين المخابرات الأمريكية والبريطانية. همزة الوصل، الناس دول هم اللي بيدربهم طالبان على الأسلحة الحديثة اللي أمريكا سابتها في أفغانستان. ما أمريكا سابت أسلحة حديثة طالبان عمرها ما شافتها، ما عرفوش يستخدموها، لازم يفضل الناس يدربوهم. هم الناس دول اللي هيفضلوا موجودين في أفغانستان، وأمريكا وأوروبا أعلنهم إحنا مش هنقدر نخرج الرعاية بتاعتنا، ولكن نحمل أفغانستان طالبان مسؤولية حمايتهم وحراستهم وحياتهم ولا بلا 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 بلا. فهمتم؟ لكن أصلا الناس دول منسبين هناك علشان شغالين هناك، شغالين. ولكن بقى لما هتبدأ بقى الحرب مع الصين ويبدأ الضغط الأمريكي، الضغط الظاهري يعني، هتلاقي الناس دول اللي هم في أفغانستان الأمريكان والأوروبيين، راح الطالبان واخدهم كلهم مقعدهم في قرية سياحية كلها فندق 5 نجوم على البحر، وتقول احنا اعتقلنا كل الأمريكان والأوروبيين اللي موجودين واخدناهم رهاين رهاين، وهم رهاين في قرية سياحية، احسن رهاين، خدوني معاهم رهاين هناك في قرية سياحية ارتاح من الصداع اللي انا فيه ده. هو ده اللي هيحصل مستقبلا لما تبدأ العداء الظاهري بقى يبان ما بين أمريكا وطالبان، وأمريكا تبدأ تضرب لها كم قنبلة كده على الناس المدنيين، تقتل لها شوية مدنيين وتروح ملبساهم لبس طالبان وتقول هي قتلنا 10 من طالبان، قتلنا 15 من داعش، قتلنا 6 من القاعدة وهم مدنيين. تروح بقى طالبان لما كل الأمريكان دول وحطوهم فندق 5 نجوم على البحر ولا قرية سياحية، وتقول لك احنا خدناهم كلهم رهائن، وتقول بقى عايز نفك الرهائن دي، اعطينا سلاح نحارب به الصين، اعطينا سلاح يا امريكا والا مش هنسيب الرهائن والا هنقتلك الرهائن. امريكا ما تعطيهمش سلاح، تقول جايبه رهينه من الرهائن اللي هو امريكي من اصل افغانستاني، يعني افغانستاني ومعاه الجنسيه الامريكيه، وتروح قتلاه. امريكا ما بتهتمش الا بالناس اللي ليها اهل في امريكا، لكن واحد افغانستاني معاه جنسيه امريكيه واهله كلهم في افغانستان، مين اللي هيسأل عنه في أمريكا؟ فتروح طالبان واخده واحد أمريكاني أفغاني أصلا وعيلته كلها في أفغانستان، وتقول الأمريكان هو قتلناه. تقوم أمريكا تخاف بقى على بقية الأمريكان وتروح عاطية طالبان أسلحة تحارب بيها الصين. فهمتوا السيناريو ولا ما فهمتوش؟ بقول لكم كلام والله، الفيديوهات بتاعتي دي المفروض أدفعكم فلوس عشان الكلام اللي بقوله لكم، مش بس كل اي فيديو بعمله، اي فيديو المفروض تسمعوه، لكن كون انكم تختاروا هسمع الفيديو ده ومش هسمع الفيديو ده، اكبر غلطة بتغلطوها في حق نفسكم، اكبر غلطة، مش عارف اعمل لكم ايه اكتر من كده. اتمنى تكونوا فهمتوا. في حاليا هنا في امريكا هجوم كبير على جو بايدن، كبير، ولكن الراجل بيعمل الشغل اللي هو استلمه من الجيش. الجيش هو اللي ماشي امريكا، الجيش بيقول لجو بايدن اعمل، جو بايدن بيعمل. طبعا فيه هجوم، ولكن على ما تيجي الانتخابات اللي جايه بعد 3 سنين ونص، الشعب الامريكي هيكون نسي موضوع اللي حصل في افغانستان، والشعب الامريكي كله يهمه الاقتصاد، وهيكون الاقتصاد كويس لان جو بايدن بيحارب الكورونا. اللي معطل الاقتصاد حاليا هو الكورونا، الناس اللي مش عايزين ياخدوا التطعيم، اللي هم بتوع ترامب، الناس بتوع ترامب هم اللي مش عايزين ياخدوا التطعيم. ليه ترامب يقول لهم ما تاخدوش التطعيم؟ لان ترامب عايز البلد تسقط، ترامب عايز يدمر امريكا واوروبا. ولكن الجمهوريين اغبياء مش فاهمين الحقيقه دي، ترامب ما بيحبش لا امريكا ولا اوروبا، عايز يدمرها. ويدمرها ازاي؟ ان الشعب ما ياخدش تطعيم، الشعب كله يبقى مريض، في اكتر من الشعب يبقى مريض عشان دمر بلد. ده لو ترامب فضل في الحكم ال4 سنين دول كنت هتلاقي كل الامريكان مرضى في المستشفيات، كان زمان امريكا اتدمرت، لان هو اجنده ترامب يدمر امريكا لمصلحه روسيا، وامريكا عارفه كده على فكره، حتى الجمهوريين عارفين كده، ولكن ما بيتكلموش علشان الشعب الامريكي الجمهوري غبي ما بيفهمش في السياسه، بمقتنع بترامب، والناس الجمهوريين خايفين من ترامب، يعني الناس في الحزب الجمهوري هم اللي هيدمروا امريكا. المهم اللي هيحصل اصلا بعد 4 سنين، ان لو فضل جو بايدن عايش هيخش انتخابات
وحسب الاقتصاد ساعتها المفروض هيكون كويس. لو الاقتصاد هيكون كويس هينجح، واول ما هينجح هيسلم الرئاسة لكاملا هاريس، لانه الراجل خلاص الذاكرة بتاعته بقت زفت. ويعني حتى يعني امريكا مستقبلها لا يطمن بالخير على فكرة، دي محتاجة لها قصة لوحدها. امريكا مستقبلها ما يطمنش ابدا يعني، بس مش هي دي القصة بتاعتنا، لو كلمت فيها ياخد وقت طويل، دي عايزة لها قصة لوحدها. بس ما اعرفش الناس هيهتموا ويسمعوها ولا ما يسمعوش، لان بقول في مواضيع كتير بس محدش بيسمع، فبيخليني ما بحبش اتكلم يعني. المهم، اللي عنده اي اسئله بخصوص طالبان ولا اثيوبيا يبعت لي، لان انا ما اعرفش انتوا بتفكروا ازاي، انتوا لكم طريقه خاصه في التفكير يعني. بسجل فيديوهات في حاجات مختلفه بلاقيها ما بتتسمعش، وهو ده اللي بيخليني ما اسجلش. فاللي عنده اي سؤال يسال، ماشي؟ وما تنسوش الله الوطن السيسي، تحيا مصر، تصبحوا على خير.